وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، يؤدي طلاب جامعة فاروس بالإسكندرية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خريف 2020-2021، واتخذت الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية. نحب نطمن الجميع للطلاب والسادة ولاء الأمور، إحنا ماشيين بإجراءات احترازية بفضل الله، يعني زي الفل، يعني عدد اللجان زاد قوي وفي تعاقيم بين كل لجنة والتانية، وبنتابعهم أول بأول سواء امتحانات النظرية أو العملية. دي كان من الجديد اللي احنا عملناه في المجال ده، هو ان هو خلينا ان امتحانات بقت ان هو نظام البابل شيت، بحيث ان هو نقلل عملية تداول الأوراق ما بين الطلبة والمصححين. تستقبل الجامعة طلابها من مختلف البوابات مع التجديد على ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة. منظمين جدا، وكذا حد يراقب علينا ويمسكات لو سمحتوا، وخلي فيه تباعد، وزي ما قلت في البوابة من بره كان في حرص جامد يعني، وكان في تباعد ما بين الناس وكده. لا الحمد لله، التعقيمات تمام الحمد لله، والاجراءات الاحترازيه ملتزمين بيها، وفي تباعد الحمد لله، ويعني كافه الاجراءات ملتزمين بيها هنا في الامتحانات بشكل عالي يعني الحمد لله. احب انصح زمايلي، احب بس انصحهم فعلا هم يهتموا بالوقايه بس اهم حاجه. لا هم بصراحه واخدين بالهم من الاجراءات الاحترازيه وتعقيم واحنا داخلين واحنا خارجين، وبيقيسوا لنا الحراره وعاملين تباعد في المسافات في اللجان كمان. كما ينتشر أعضاء اللجان الاحترازية بالكليات لتفعيل إجراءات الوقاية وعدم تكدس الطلاب بالطرقات وساحات الانتظار، والتوجه مباشرة للجانهم الامتحانية. بداية من موضوع الكورونا، احنا اخذنا اكستريم ميجرز من السوشيال ديستانسينج، وبناخد تمبريتشر بتاعت الستودنتس قبل ما يدخلوا المبنى. During the exams ما بنحطش السيشنز ولا الاوبزرفيشن غير لما نعرف الساعه لكل اوضه. تم تخفيض كل اوضه عدد الستودنتس اللي جوه اوضه عشان نضمن يكون في سوشيال ديستانسينج، ما فيش حد بيسمح له يدخل من المبنى بتاع الكليه بتاعنا غير بعد ما ناخد التمبريتشر بتاعته، ويكون معاه طبعا ماسك ويبقى لابس الماسك بتاعه. واثناء اجراءات الامتحان كل اعضاء اللجنه بتعدي على اللجان وتتاكد ان ما فيش اي حد عنده اي سيمتومز او سنيزنج او تمبريتشر او اي حاجه، وان كل الطلبه ملتزمه ولابسه الماسك بتاعها اثناء الامتحان. بعد الامتحانات بيبقى عندنا سكيورتيز في الدور they work ان اول ما الامتحان يخلص ما يحصلش اي جروبينج، وان الستودنتس كلها تيك ذا ستيرز داون ستيرز. ويتم مراعاه تطهير اللجان واماكن تواجد الطلاب بصفه مستمره، حيث تم تخصيص وقت كاف بين الفترات الامتحانية للتعقيم الكامل حرصاً على سلامة الطلاب والمراقبين، بالإضافة إلى تنظيم لجان الامتحانات وتوزيع أعداد الطلاب بالقاعات لأقل من نصف طاقتها الاستيعابية ضماناً للتباعد الاجتماعي. ويتابع عمداء الكليات سير العملية الامتحانية داخل اللجان بكلياتهم للتأكد من انتظام اللجان وتوفير كافة سبل السلامة والراحة للطلاب والممتحنين، مع تطبيق كافة اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات. عملية الامتحانات في وسط الإجراءات الاحترازية، احنا أصلاً كنا من أوائل الكليات اللي استحدثت لجنة ستيرينج كوميتي، لجنة تسيير الامتحانات. عندنا لجنة بتبقى مخصصة بتمر على اللجان عشان تشوف إذا كان في أي مشكلة، إذا كان في أي مراقب محتاج حاجة، أي طالب محتاج حاجة، بجانب طبعا اللجنة الاحترازية اللي هي برضو بتمر على اللجان عشان تشوف تطبيق الكلية للإجراءات والقواعد اللي حددتها الجامعة في مواضيع الإجراءات الاحترازية. جامعة فاروس بالإسكندرية تتمنى لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها دوام الصحة والسلامة والتوفيق.